صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير يا كريم، وكمان بصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد من داخل مقر النادي الأهلي هنا بالجزيرة، هيكون معانا جولة في أبرز الأخبار كلها على جميع المستويات. البداية طبعا مع أخبار الفريق الأول لكرة القدم، واللي هيستأنف تدريباته غدا الثلاثاء بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول، ده طبعا بعد الحصول على راحة سلبية بعد العودة من الكونغو عقب الفوز على فيتا كلوب بثلاثية نظيفة. يمكن الراحة السلبية امتدت لأيام يعني تقارب من الأسبوع، ولكن العودة إن شاء الله واستئناف التدريبات الجماعية هيكون غدا الثلاثاء على ملعب مختار التتش داخل مقر النادي الأهلي هنا بالجزيرة، ده طبعا استعدادا يعني لمباراة المريخ السوداني واللي هتقام في العاصمة السودانية الخرطوم. ده طبعا يعني ضمن الجولة الخامسة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وطبعا لكل الجماهير كمان اللي عايزين يطمنوا على يعني وليد سليمان، يمكن هيكون خلال الساعات المقبله ومع بدء التدريبات الجماعيه هيكون في جلسه ما بين الدكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي وما بين بيتسو موسيماني، ده طبعا بحضور وليد سليمان علشان يعني يحسموا القرار الاخير من موقف مشاركه وليد سليمان خلال الفتره المقبله سواء في المباريات وكمان في التدريبات الجماعيه. ده طبعا بعد غياب وليد سليمان مدة قرابة على 8 أسابيع بعد تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية. عايزين كمان نضيف ان يعني وليد سليمان الحقيقه يعني لم يخضع للراحه طوال هذه الفتره او الفتره الماضيه اللي هي كان فيها راحه سلبيه، ولكن يعني استغل هذه الفتره للخضوع لجلسات وتدريبات بدنيه في صاله الجيم. نروح بقى للحدث الابرز النهارده داخل مقر النادي الاهلي هنا بالجزيره، وهو مؤتمر صحفي ما بين النادي الاهلي وبنك سيب، ده كمان هيقام النهارده في تمام الساعه الواحدة ظهرا. ده طبعا يعني علشان تعلن المؤسستين عن يعني بنود الشراكة وكمان يعني من خلال عقود الرعاية. كمان هيحضر المؤتمر طبعا كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وكمان طارق الخولي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك سيب. هيتم يعني الإعلان في هذا المؤتمر الصحفي عن عدة تفاصيل أهمها بنود الشراكة بين النادي الأهلي و بنك سيب، وكمان أطر التعاون خلال الفترة المقبلة، وكمان أبرز العروض اللي هتقدم يعني في ضوء هذه الشراكة. وننتقل دلوقتي لطبعا يعني اخبار الفرق الاخرى بالنادي الاهلي. فريق بنات يد الاهلي 2002 حقق الفوز على سموحه بنتيجه 28-27، وده ضمن منافسات بطوله الجمهوريه. كمان شباب طايره الاهلي 19 سنه حققوا الفوز على غزل المحله بنتيجه 3-0 ضمن منافسات بطوله الجمهوريه. عندنا عده مباريات هامه هتقام النهارده وغدا كمان الثلاثاء ليعني جميع الفرق الرياضيه الأخرى. البداية طبعا مع رجال كرة الطايرة في اللي هتقام يعني مباراة ما بين النادي الأهلي وما بين نادي الزمالك على صالة نادي المقاولين العرب في تمام الساعة السادسة مساء اليوم في الأدوار النهائية من بطولة الدوري العام لكرة الطايرة. كمان الأهلي وطلائع الجيش رجال كرة السلة في تمام الساعة 8:30 مساء هيكون في بطولة الدوري سوبر على صالة الأمير عبدالله الفيصل النهاردة كمان بمقر النادي الأهلي بالجزيرة. كمان سيدات يعني الطايرة بقيادة كابتن حمدي الصافي في مباراة هامة أمام نادي الشمس في تمام الساعة 8 مساء على صالة الشهداء. وأخيرا سيدات يد الأهلي بيلتقي مع سموحة غدا إن شاء الله في تمام الساعة 6 مساء ضمن منافسات بطولة الدوري، وذلك على صالة الشهداء كمان بمقر النادي الأهلي هنا بالجزيرة، ده طبعا بعد الفوز على الشمس أول أمس السبت بنتيجة 73-51. يمكن ده كان يعني ملخص لآخر أخبارنا وأبرز الأخبار من داخل مقر النادي الأهلي هنا بالجزيرة. بشكركم جدا، عودة للاستوديو مرة أخرى. وإحنا بنشكرك جدا على التغطية دي الخاصة بأخبار النادي الأهلي يا مريم، شكرا ليكي جدا.